اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم تضرعوا ولكن ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا فَكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ مبليسون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله نأتي إلى تصحيح أخطاء ممكن أن تحدث في هذه الصفحة أه نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون إنما دائما نقول أن هذه الكسرة كسرة الهمزة لا تمطها تجعلها يأي. إنما خطأ دورها إن إنما يستجيب السين أعطيها حقها من الرخاوة ومن الصفير ومن الهمس الهمس جريان النفس الرخاوة جريان الصوت والصفير هي من أحرف الصفير هي والصاد والزاي كسرات لا تنسى تل... لا تختلس الكسرات يستجي يستجيب الذين الذين لا تمسك اللام هذا خطأ الذين، اللام حرف توسط يجري فيه صوت فترة زمنية بسيطة، يسمعون ما قلته في في سين، يستجيب، ينطبق على سين، يسمعون العين يضم الشفتين فيها، والعين عميقة، والموتى، طبعاً هنا كما نلاحظ هذه العلامة هي الوقف اللازم والموتى، لا تقول والموتى، هنالك من يقول والموتى، خطأ، والموت. والموتى يبعثهم الله، باء القلق الصغرى لأن في وسط الكلام. بما أنه جاء لدينا ضم قبل اسم الجلال الله فإذا تفخم اللام يبعثهم الله. ثم لا تفخم ثم لا تقل ثم ثو ثو ضم الشفتين فيها ميم مشددة فيها غنة. إليه الياء ساكنة قبلها مفتوح وتكون هذه ياء لين، لا نضغط عليها. يُرْجَعُونَ الراء هنا مستقرة لا, لا تقلقلها أو تحركها من مكانها يُرَجَعُونَ خطأ يُرْجَعُونَ يُرْجَعُونَ هكذا بهذه الطريقة وضم الشفتين في الضمات والواو وقالوا هنا لا تفخم الواو تقول وقالوا الواو مرققة القاف مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة ولا حرص على هذا ولا تكور الشفتين في حروف الاستعلاء وقالوا خطأ وقالوا, وقالوا قاف مفتوحة لولا نزل ركز على الزاي هنا مشدد نز زي. والزاي يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس لا غير موجودة في فحثه شخص سكت عليه الياء لين عليه آية هنالك من يضغط على هذه الياء وهذا خطأ الياء ياء لين نزل عليه آية عليه آية لا تضغط عليه عليه آية واضح من ربه هنا لدينا نون مع الراء ادغام بغير غنة قل ان الله ان الله ماذا يحدث؟ طبعا القاف مفخمه اللام مرققه قل قل والتفخيم القاف مرتبه ثالثه مضمون ان الله ماذا يحدث انه هنا النون ممكن ان تفخم تقول ان الله ان من غير ان تنتبه ولكنه الصحيح ان الله ان الله طبعا بدأت بهمزه قطع مفتوحه من اسم الجلال الله وبما أنه مفتوح قبل اسم جلال الله إذا تفخم اللام إن الله ولا تقول إن الله قادر قاف مفتوح بعدها ألف يجب الآن أن تكون أنت قد استوعبت وحفظت مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء مرتبة أولى مفتوح بعدها ألف قادر دي دي كسرة رون را مفخمة لأنها مضمومة على طبعا لدينا إظهار تنوين مع العين أنا لا أركز على أحكام التجويد بقدر ما أركز على تخليص الحروف وكيفية نطق الحروف بطريقة صحيحة حكم التجويد أنتم درستموه أكثركم ويعرف الأحكام ولكنه نريد التطبيق الصحيح وهو هذا الغايه التطبيق الصحيح والعملي والنطق الصحيح للحروف القرآنيه على أن ينا ينزل على أن ينزل هنا عندما يكون لديك إدغام نون مع الياء لا تجعلها يا صافية أي أي ينزل هذه يا صافية يجب أن يكون هنالك غنا وصاحب لها من الخيشوم أي أي ينزل هذا هو الصحيح بإذن الله تعالى. آيه طبعاً أنا وقفت تقف على ها ساكنة مهموسة يجري فيها الصوت ويجري فيها النفس من أقصى الحلق الهاء من أقصى الحلق لا تخرجها هاء صدرية أه أه ولكن ولك كسرة الكاف أكثرهم أكثرهم كاف ساكنة في همس ومن الخطأ أن يحدث قلقلة أكثرهم أكثرهم هذا خطأ أك أكثرهم أكثرهم شدة ثم همس شدة ثم همس أك أك هكذا ألا في الميم المظهرة دائما نسمع صوتها أم أكثرهم لا هم لا هم لا لا, لا تقطع صوت الميم وهذا من الاخطاء الشائعه جدا 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 بانه يقطع صوت الميم او انه ايضا يقطع صوت اللام، هذه الامور ركزوا عليها، مثلا تكون لام قمريه، الكتاب، الكتاب يعني ممكن ان يكون في الوصل تختفي هذه اللام. لا يعلمون العينات لا يعلمون، عين يجري فيها صوت فتره زمنيه بسيطه لا تقل قل تقول, تقول. يعلمون خطا. ميم نضم الشفتين فيها وما من دابه لدينا نون مع الدال إخفاء نذهب إلى مخرج الدال نلامس مخرج الدال ولا نضغط بحيث أنه إذا انتقلنا إلى الدال ضغطنا على مخرج الدال ونطقنا حرف الدال من دا, من دا وهنا بما أنه لدينا مد لازم مثقل كلمي فيوجد لدينا هنا حرف المد وبعد حرف المد شدة حرف مشدد فيكون هنا لدينا نبر دابة هكذا في الأرض طبعاً لدينا إخفاء وبينت في دروس سابقة كيفية الإخفاء عند الفاء أصول الأطراف الثنايا العليا يلامس بطن الشفة السفلى ولكن لا يضغط ملامسة بسيطة جداً حتى إذا نطقنا حرف الفاء رأساً نضغط على المخرج وننطق حرف الفاء الأرض المشاكل في كلمة الأرض كثيرة أنه الأرض يفخم الهمزة وهذا خطأ أه الهمزة مرققة الأرض أه أل 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 أه طبعا وقفت على ضاد ساكنة وهي هنا تكون مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة الأرض ولا طائر ط لا تقول طو, طو تكور شفتين وانتبه وانظر إلى المرآة لكي تعرف أنه أنت تكور أو لا تكور الراء مرققة لأنها مكسورة ولدينا تنوين مع الياء أيضا لا تجعلها الغنة ياء طائري طائري جعلتها ياء يجب أن يكون هنالك غنة للخيشوم مصاحبة من الخيشوم مصاحبة لهذه لهذا الإدغام يطير راء مفخمة بجناحيه يا ياؤلين بكسرة ب بجناحيه وكسرة الهاء الأخيرة إلا لا تمسك اللام أمام أمام ضم الشفتين ارجع الشفتين ضم الشفتين أمام أمم أمثالكم أسمع صوت الميم أمثالكم لكم ضمات اللام والكاف ولا تقل لكم لا تفخم الكاف ميم مع الميم إدغام أمثالكم ما فرطنا هنا مرت معنا في الدرس السابق انه كلمة فرطنا الراء الفاء مرققة لا تقول فرطنا لا تفخمها الراء مفخمة لانها مفتوحة والطاء مقلقلة لان في وسط الكلام مقلقلة صغرى وهي مفخمة مرتبة رابعة ما فرطنا في الكتاب في الكتاب اسمع صوت اللام القمرية من كلمة الكتاب يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لا تقول في الكتاب في الكتاب فليذهب اللسان إلى مخرج اللام فترة زمنية بسيطة مقدار توسط من شيء طبعا عندما يكون هنالك لدينا همزة نقف عليها نقف بالنبر حتى تنقفل الأوتار الصوتية ونسمع صوت الهمزة صحيحا ثم لا تقل ثم، ثو، ثم ثو ثم إلى ربهم بهم ربهم كسرات ربهم م ربهم يحشروا يحى. يجري فيها الصوت والنفس، عندما اقول الصوت رخاوه، نفس الهمس. ومن تخرج الحاء من وسط الحلق مجاوره لحرف العين، الراء مفخمه لانها مضمومه. والذين كذبوا بآياتنا. الذال كما قلت انها لا, لا 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 نفس فيها لا همس فحثه شخص سكت لا توجد في حروف الهمس اذا صوت كذاب ولكي تتمرن عليها بصوره صحيحه ضع اصابعك مقابل الفم فاذا لامس هواء عند النطق ذال الاصابع فهذه ذال خطا حتى وتدرب حتى تتخلص من هذا الهواء لكي تخرج عندك الذال صافيه بِآيَاتِ بِ بِ كسرة الباء: بِآيَاتِ تِ بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمُ صُمٌّ الصاد المفخم مرتبة ثالثة، ولدينا هنا ميم صار عندنا ميم مشدده مع ذات صم يعني هنا انتقالا من الميم المشدده التي فيها غنه ثم بعد ذلك لدينا تنوين مع الواو ادغام ثم بعد ذلك لدينا كلمه بكم لا تسحب ضمه الباء من كلمه بكم الى الكاف الساكنه بكم وانظر أنا الى هذا الامر في المراه عندما تنطق بكم انظر الى شفتيك هل هي أه الى الامام؟ مضموم الشفتين وإلى الأمام فهذا خطأ يجب أن يكون هناك ضم بوك الكاف ارجع الشفتين الوضع الطبيعي ثم بعد ذلك ميم بوك من في بوك من في هنا لدينا إخفاء مع الفي ومرت معنا في الظول في الظلمات لدينا اللام هنا شمسية لأنه جاء بعدها حرف الضو من الحروف الشمسية ضاد مشددة ضاء ساكنة ثم ضاء مضمومة مفخم مرتبة ثالثة في الظو في الرّو. اسمع صوت الظاء الساكنة في الظلمات نقف على تاء سا... ساكنة فيها همس لطيف جدا آه لا تبالغ فيه من مي... أيضا هنا شوف لا تقول مي تجعلها هي صافية مي غنة مصاحبة للإدغام نون مع الياء غنة مصاحبة من الخيشوم من يشاء الله يضلله يضلل الضاد فيها رخاوه وفيها استطاله ومفخمة مرتبه رابعه لا تقلقل من الاخطاء يضلل يضلل هذا خطا اسمع الكثير انه يقلقلها وهذا خطا هي ليست من حروف القلقله الياء مرققه والضاد مفخمه لا تفخم يو يضلل واللامات مرققه اذا يض يضلل هو من يشاء هنا كلمه يشاء يجعل وما اسمع قفل الاوتار الصوتيه في الاقصى الحلقه الهمزه ومن يشا يجعله هذه لا هذا خطا ولا تجعلها تزحف يجعله هذه خطا وايضا كلمه يجعلهم جيم مقلقله قلقله صغرى في وسط الكلام وهنالك من يحرك هذه اللام يجعله يجعله خطا يجعل هو اللام ساكنه يجعله على صراط مستقيم صي طي الصاد والطاء مفخمة مرتبة آخر لأنها مكسورة صيرا مفخمة لأنها مفتوحة والألف تتبع الراء صراط مستقيم القاف مفخمه من كلمه مستقيم وهنالك من يخطئ طبعا مرتبه اخيره وهنالك من يخطئ بالسين يجعلها مص مص يجعلها صاد او يشممها صاد وهذا خطا مستقيم تقيم قل ارايتكم ارايتكم هنالك من يفخم الهمزه اه ارايت هذا خطا ارى ارى همزه مرققه راء مفخمه لانها مفتوحه أرأيتكم هكذا نقرأها والكاف مرققة لا تُفَخِمَكُمْ كم خطأ كم إن أتاكم وليس كم عذاب الله ضمة سبقت اسم الجلال الله إذا تفخم اللام عذاب الله لا تفخم لا عذاب الله عذاب الله خطأ الباء مرققة عذاب عذاب الله أو أتتكم الساعة الثانية ساكنة فيها همس أتتكم لا أتتكم قلقلة هذه خطأ أتتكم خطأ أتتكم. أتتكم 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 هذا الصح الساعة هنا طبعا نبدأ بهمس قطع مفتوحة وهنا اللام شمسية ننتقل من الميم مضمومة إلى السين الشمسية أه اللام عفوا الشمسية والسين من حروف الشمسيه السين المشدده أغير الله تدعون إن كنتم صادقين أغير لياء ساكنه لين قبلها مفتوح أغير الله أغير لا لا تضغط عليها مفتوح جاء قبل اسم الجلال الله إذا تفخم اللام تدعون دال مقلقله قلقله صغرى في وسط الكلام ان كنتم نحرص على هذه الاخفاءات ان كنتم لا تقول كنتم تسحب ضمه الكاف الى النون الساكنه وتدرب عليها ان كن ان كن ان كن انا بس خليك تركز على انه النون ساكنه وكانه كنتم اعملها مقطعين كنتم كي تتدرب على ضم الشفتين ارجع ضم الشفتين ارجع ميم مظهران نسمعها صادقين الصاد مفتوح بعدها الف اذا مفخة مرتبه اولى ديقين، الكسرات ركز عليها عندما تكون الوقوف على نون نسمع صوت صادقين يذهب اللسان لمخرج النون ونسمع صوت النون هنا بل إياه الياء مشددة إيا نسمع صوت الياء الساكنة من الياء المشددة إياه الهاء مضمومة نضم الشفتين تدعون مرت معنا الدال مقلقلة فيكشف كاف ساكنة مهموسة فيكشف هذا خطأ هذه قلقلة إذا الكاف ساكنة فيها همس فيكشف فيكشف ما تدع هنا ما تدعون اذا جعلتها ما تدعون هنا المعنى من الايه فيكشف الذي تدعون اليه اما اذا قلت ما تدعون جعلتها نافيه قلبت الايه وقلبت معنى الايه وانتبه على هذا ممكن انه برفع الصوت ان يتغير معنى الايه عندك فنقول الصحيح باذن الله عز وجل فيكشف ما تدعون اليه اي الذي تدعون اليه الغلط فيكشف ما تدعون ما تدعون جعلتها نافيه اي الذي لم تكون تدعون اليه ان شاء ان شاء اخفاء ثم لدينا حرف الالف لا لا تقلله او تجعله موانا ان شاء هذا صوت خطا شاء شاء الصحيح شاء وتنسون ما تشركون. الشين أه تفشي يزيد فيها صوت والنفس، الراء مرققه أه والكاف مفخمه، الراء مرققه لانها مكسوره. ولقد ارسلنا قاف مفخمه والواو واللام والدال مرققه، القاف مفخمه مرتبه ثانيه، الدال مقلقله صغرى. قلقلة صغرى لأن في وسط الكلام وَلَا ولقد أرسلنا كلمة أرسلنا ممكن أن تفخم الهمزة أرسلنا خطأ أ أه أه وممكن أنه تقول أرسلنا أه كأنه قلقلة الراء جعل الراء مستقرة أرسلنا اللام ممكن أن تدغم في النون أرسلنا الخطأ الآن لا اقرأه أرس أرسلنا خطأ أر أرسلنا خطأ أرسلنا هذا الصح ولا تدغم اللام في النون أرسلنا هذا خطأ أرسلنا هذا الصح أرسلنا إلى أمم من قبلك غنة هنا تكون مفخمة لأنه جاء بعد النون الساكنة قاف من حروف الاستعلاء والمفخمة والتفخيم هنا يتبع الحرف القاف مفخمة مرتبة ثانية إذا من قبلك فأخذناهم وهذه تؤخذ بالتلقي من المشايخ والمشافهة مراتب التفخيم والتفخيم الغنة في غنة الإخفاء مع حروف الاستعلاء فأخذنا فأخذناهم الهمزة مرققة، الفاء مرققة، الخاء مفخم مرتبة ثانية، فخطأ أن تقول فأخذناهم، خطأ فأخذناهم ذال ساكنة، لا تقول فأخذناهم قلقلت الذال، الذال يجري الصوت فأخذ فأخذ, فأخذ فأخذناهم بالباء س ماذا؟ اقفل الاوتار الصوتية عند الهمزة لا تجعل تقمق بالبأساء بالبأساء خطأ بالبأ ساء بالباء ساء والضراء لعلهم الضاد هنا مفخمة ومشددة الأولى ساكنة مرتبة رابعة والثانية مفتوحة مرتبة ثانية والراء مفخمة طبعا هي مفتوحة والالف تتبع الراء تفخيم يعني وانظر وض... وضر... إلى لعلهم ميم مظهرة لعلهم يتضرعون يت لا تقول يا تا يا يت... تا لأنها الضاد المفخم مرتبة ثانية يت يت ض يتض... يتضرعون هكذا تدرب عليها فكك الكلمة ثم ركب فلولا إذ جاءهم هذه لا تخلق لها الذال لأنها ساكنة إذا جاءهم خطأ إذ لكي تتخلص من القلقلة أعطيها حقها من الرخاوة إذ جاء إذ جاء إذ جاءهم جاء جاء لا تقل جاءهم لا تجعل الألف ممالة جاءهم بأسونا انتبه للهمزة بأسونا خطأ بأ سونا صح بأسونا خطا بأسونا، هذا صح قفل الاوتار الصوتيه في منطقه اقصى الحلق تض مثل ما قلت في يتض تضرع لا تقول طط طا طا. تضرع خطا تض تضرع ولكن قست قلوبهم نون مع القاف هنا اخفاء كما قلت من قبلك أه وتتبع غنة الإخفاء الحرف مرتبة تفخيم الحرف القاف الذي حدث عنده الإخفاء ولكن ولكن ق ولا تنسى أن تفخم القاف عندما تنتقل إلى كلمة قست ولا تنسى كسرة الكاف قست قلوبهم تاء ساكنة هي في الوصل وفي الوقف قست قلو قست قلو قست قلوبهم قست قست قلوبهم كلهم مضمومة نضم الشفتين فيها نظهر الميم وزينا يا مشددة وأسمع صوت الياس وزينا وزي أعملها على البطيء وزي صوت الياء مستمر وزينا وزينا لهم الشيطان لا تقول الشيطان لا تفخم أنه عندك فقط أن هنا الطاء هي المفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف والباقي كله مرقق والياء لا تضغط عليها لأنها يا أولين يا ساكنة قبلها مفتوح ما كانوا ما كانوا يعملون، أيضاً نرجع هنا ونقول: زين لهم الشيطان الذي كانوا يعملون، أنت إذا قلت ما كانوا يعملون نفيتها أي الذي لم يكونوا يعملون، وانتبه إلى هذا، بمجرد أن ترفع الصوت يتغير معنى الكلمة: "وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون" الذي كانوا يعملون، الخطأ: "وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، ما كانوا" انتبه هذه المسألة وتدرب عليها إن كان لديك هذا الخطأ فلما نسوا هنا لدينا الميم مشددة وأعطينا حقها من الغنة فهنالك من يفخ آه عفوا يجعل فيها غنة ثم بعد ذلك ينبر فلما نسوا ما فلما نسوا فلما نسوا فلما, نسوا فلما ما نسوا ما ذكروا به فتحنا فتحنا ح ساكنه مهموس يجري فيها صوت النفس عليهم عليهم كسره الهاء عليهم يلين كما قلنا لا تضغط أب واب مقلقة مقلقله الاولى ابواب كل شيء كل كل وليس كل كل لا تفخم كل شيء حتى حتى إظهار لدينا شيء حتى ح حتى لا تقول حتى 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 إذا فرحوا فري راء مرقق لنا مكسورة بما أوتوا أخذناهم مثل كلمة فأخذناهم هنا لا تفخم الهمزة الهمزة مرققة أ وليس أخذناهم أخذ الذال يجري فيها صوت ليس فيها نفس أخذنا أخذناهم الخاء مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة الهاء نضم الشفتين فيها الميم مع الباء إخفاء شفوي بغتة الغين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس ومفخمة مرتبة رابعة بغتة بغتة تنوين جاء بعدها فاء إخفاء بغتة فإذا هم مبلسون هم الهاء مضمون نظم الشفتين فيها مبلسون الباء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام اكسر اللام جيدا ونقف نون نسمع صوتها مبلسون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبعا هنا بعض الطلاب والطالبات بعثوا برسائل يريدون من خلال الصفحة إذا كان هنالك فرق في الكلمات ما بين شعبة وحفص وقالون، ففي شعبة في هذه الصفحة لا يوجد اختلافات ولكنه في قالون فقط يوجد لدينا كلمة قل أرأيتكم هنا في في حفص وشعبة أرأيتكم، هكذا نقرأها ولكنه في قالون يسهل الهمزة آه الثانية قل أرايتكم أرايتكم هكذا الهمزة الثانية آه ما كان من توفيق وصواب من الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان من فمني ومن الشيطان واستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم الموصلي آه لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب آه وأيضا آه الاشتراك في الصفحات على الفيسبوك التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة وصفحة ضبط المتشابهات الإتقان بضبط متشابهات القرآن بالفهم والتدبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.